اهلا وسهلا بكم مع لاكي هيكس. انا مها كيك ارتست، والنهارده هنعمل مع بعض بسكوت اللينزر، نوع من انواع البتيفورات او السابلي او البسكوتات الناعمه الجميله جدا، طعمه مميز وبسكوته شيك ورقيه قوي ومكوناتها جميله جدا والطعم مفيش احلى من كده. نعرف النهارده ازاي هنعمله بالشكل الجميل ده وبالطريقه الاصليه لللينزر. ومعايا كل مكوناتي، لازم تكون بدرجة حرارة الغرفة ويكون وزنها كويس جدا ومعاييرها كويس قوي عشان اكون متأكدة ان كل المقادير بتاعتي مظبوطة. الزبدة عندي لازم تكون بدرجة حرارة الغرفة، لما اضغط عليها بالشكل ده تكون متماسكة، ما تكونش دايبة ولا سايحة ولا لونها بيلمع. دايما بقول لكم اتأكدوا من الموضوع ده. وعندي كمان اصفر بيض، يعني باخد بس صفار البيض مش الابيض. وعندي السكر الباودر، وده مهم جدا نكون نخلينه كويس قوي يكون ناعم. وكمان دقيق اللوز. دقيق اللوز هو عبارة عن اللوز بدون قشر ومطحون، وده اهم حاجة في وصفتنا النهاردة. وطبعا الدقيق، والافضل ان الدقيق بتاعنا يكون متعدد الاستخدامات او يكون مخصوص للكحك والبتيفور. ومعايا شوية صغيرين من البيكنج باودر، وكمان رشة من الملح، وطبعا لازم نضيف فانيليا يكون جودتها كويسة عشان عندنا أصفر البيض. وأول حاجة ببدأ أضيف البيكنج باودر وشوية الملح للدقيق بتاعي وبقلبه كويس عشان أتأكد المكونات كلها اختلطت مع بعض كويس قوي، أو ممكن أنا أنخلهم مع بعض كويس. طبعا بقول لكم دايما نخل الدقيق مهم قوي لانه بيدخل هواء في الدقيق وبيخليه كده فلافي وحلو مع الشغل. وبعدين في البولة بتاعتي بنزل بالزبدة، وطبعا زي ما قلنا درجة حرارة الغرفة، وحاولي تختاري نوع كويس وجودة عالية من الزبدة. وبضربهم بالمضرب اللي بالشكل ده الحرف الكي، او بتقدري انك تضربيها بالستاند ميكسر او الهاند ميكسر اللي متوفر عندك، مفيش مشكلة. اهم حاجة ان اضرب الزبدة لغاية ما اوصلها لقوام يكون كريمي وخفيف ودخل فيها هواء كويس قبل ما انزل بالسكر الباودر. وبالسباتولا هحاول ان انا اخد الجوانب بالشكل ده من البولة علشان اتأكد ان كل الزبدة يعني اختلطت مع بعض كويس واتضربت كويس قوي قبل ما انزل بالسكر الباودر. وطبعا قلنا السكر لازم يكون منخول كويس قوي، وابتدي اضربهم مع بعض لغاية ما اوصل لخليط كريمي زي كريمة الزبدة. وده برضو قلنا من الحاجات المهمة قوي في البيتيفورات وفي البسكوتات، علشان هو ده اللي بيدي الهشاشة ويخلي البيتيفورة خفيفة او البسكوتة خفيفة ولذيذة جدا. اللينزر كوكيز من الحاجات البسكوتات الرقية جدا جدا اللي فعلا طعمها خطير وحلوة جدا، وهي طبعا بسكوتة اوروبية جديدة علينا شوية لكن فعلا طعمها جميل. انا هنا ضفت الفانيليا وببدأ اضيف البيض واحدة واحدة شوية شوية. اول ما يختفي معايا البيض بنزل بالبيضة اللي بعدها بالشكل ده. كمان البيض هنا مهم جدا لان هو ده اللي بيدي مادة الرفع عندنا مع الشوية الصغيرين من البيكنج باودر. وبعدين ضفت الدقيق مع دقيق اللوز، مع اللي طبعا احنا ضايفين البيكنج باودر وضايفين الملح قبل كده على الدقيق، وهقلب المكونات بتاعتي لغايه ما تختلط معايا وابتدي يلم معايا العجينه. مش هضرب في المرحله دي كتير، اهم حاجه تتلمع معايا العجينه بالشكل ده، وده بيكون شكل العجين. شوفوا قد ايه ملمسه جميل جدا ومتماسك، هو ده بالظبط اللي انا عايزاه. ومن الافضل قبل ما ابتدي اشكل العجين اني اريحه في التلاجة. بتقدري تحطيه في التلاجة من بالليل للصبح مفيش مشكلة. بلفه ببلاستيك غذائي بالشكل ده، وبعدين بحطه في التلاجة على الاقل ساعة قبل ما ابتدي اشتغل بيه. وقت ما بشتغل بيه ببتدي احط شوية من الدقيق، رشة خفيفة خالص من الدقيق، ما تحاوليش تزودي دقيق كتير عشان ما يأثرش على قوام العجينة. وببتدي افرد بالنشابة بتاعتي بالشكل ده شوية شوية. العجينة شوية حساسة فمش عايزينها تتكسر معانا، شوية شوية بلف
وبعدين بحاول أفرد شوية شوية. أنا عايزة السمك بتاعه يكون حوالي 3-4 ملي، بيكون شوية رفيع مش تخين قوي. هو بيرفع حاجة بسيطة جدا في الفرن، فإحنا مش حاطين له بيكنج باودر كتير فهو مش هيغير شكله. فأهم حاجة إن لما يكون فيه بس حتت كده مكسرة حاولي تلميها بإيدك بالشكل ده، بسرعة بسرعة بتتلم معاكي. وبنلف العجينة وبنفرد بالشكل ده. حسيت إن أنا لسه شوية العجينة ماسكة أو جامدة علشان كانت في التلاجة، بشتغل عليها بالراحة خالص. إحنا اليومين دول الجو حر، فهي يعني لازم تريحيها كويس قوي في التلاجة عشان يكون سهل عليكي في الشغل وسهل في التقطيع. وكمان بتخلي البسكوتة لما بتقطعيها بتفضل متماسكة ومحافظة على شكلها كويس بالشكل ده. اتأكدت ان كل العجينة بتاعتي بنفس السمك، هبتدي اقطعها. التقطيع ده بقى بالشكل اللي انت عايزاه، بس انا حاولت النهاردة اعمل لكم الشكل التقليدي لللانزر. بقطعها مدورة بالشكل ده، وبعدين بعمل زي فتحة في النص. انا عملت الاول بصراحة يعني فتحة صغيرة مدورة، وبعدين حسيت الشكل مش عاجبني قوي فغيرت فيه. شوفوا، عملت بس فتحة صغنطوطة كده، وبعدين حسيت ان ايه، لا شكلها مش حلو. الاحلى ان هي يعني لو عندك قطعات اي شكل تاني، مربع، قلب، او وردة مثلا، بيكون شكلها احلى كتير. شوفوا بعد كده قطعت بالقطع القلب، لقيت الشكل احلى بالشكل ده. وكمان علشان لسه هنحشي بالمربى، فتاخد الحشوة يكون شكلها حلو بعد التقديم ان شاء الله. كمان حاولوا عند التقطيع يكون العدد زوجي، لان انا طبعا عايزة واحدة سادة وواحدة تكون مفتوحة بالشكل ده، لان هما الاتنين هيركبوا على بعض بعد كده لما هاجي احشيهم. وده شكل الصينية بعد ما اتعملت. طبعا انا بخبز اللي فيها فتحات مع بعض وبخبز السادة مع بعض علشان تدينا نتيجة كويسة، ما يطلعش حاجة لون ولون، تطلع كل البسكوتة بنفس اللون. ده بقى بعد ما طلعت من الفرن، انا خبزتها على درجة حرارة 170، اخدت حوالي 9 دقايق مش اكتر من كده. بيطلع لونها جميل جدا جدا، بسيبها بقى لما تبرد خالص. شوفوا جمالها واللون، ومستوية ورائعة، ما فرشتش، ما تغيرش شكلها علشان احنا مش حاطين بيكنج باودر كتير وشغالين مظبوط. شوفوا قد ايه جميلة وشكلها شيك. هبتدي بقى اقلبها بالشكل ده وحشيها بالمربى، المربى اللي انتوا بتحبوها، لكن اللانزر الاصلي بيتحشي بمربى التوت، نوع من انواع التوت. لكن طبعا الحشوة دي زي ما انتوا بتفضلوا وزي ما بتحبوا، ما فيش مشكلة خالص. وان شاء الله لما هتجربوها هتشوفوا قد ايه ان اللانزر فعلا من البسكوتات الراقية الجميلة جدا اللي طعمها مميز قوي قوي. يعني انا من اكتر البسكوتات اللي انا بحبها وبفضلها في المناسبات، وبتنفع طول السنة. اتمنى تكون النهاردة الوصفة عجبتكم وتعملوها ان شاء الله وتطبقوها. هستنى تطبيقاتكم، وكل المقادير وكل المعلومات اللي انتوا عايزينها هتلاقوها موجودة في صندوق الوصف. لو عجبكم الفيديو النهاردة ما تنسوش تعملوا لايك، وتعملوا كمان شير لاصحابكم، وتشتركوا في القناة. واشوفكم الفيديو الجاي على خير ان شاء الله. كل سنة وانتم طيبين، مع السلامة.